أهلا بكم. تحت الرعاية الملكية السامية انطلقت فعاليات الدورة 33 لمهرجان جرش للثقافة والفنون بمشاركة أردنية وعالمية واسعة. ويمتاز مهرجان هذا العام بإثراء المشهد الثقافي والفني لشعراء وفنانين أردنيين وعرب، علاوة على تقديم الأمسيات الغنائية والموسيقية والمسرحيات والفنون الفولكلورية التي تؤديها فرق عالمية مشهورة، فضلاً عن إقامة معارض للحرف والصناعات الشعبية الأردنية. وتسخر فقرات المهرجان بأسماء العديد من نجوم الطرب والغناء، إضافة إلى فرق فنية أردنية وعربية وأجنبية. وكانت إدارة المهرجان قد نفذت جولة ميدانية للصحفيين والإعلاميين داخل المدينة الأثرية، تم فيها إطلاعهم على التجهيزات والترتيبات التي أعدتها لإنجاح هذه الدورة. زي ما انتم شايفين نظمنا جولة صحفية لممثلي مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لزيارة المدينة الأثرية والاطلاع على الإجراءات والترتيبات والتجهيزات التي تقوم بها إدارة المهرجان. زي ما انتم شايفين احنا في الجوله في المسرح الجنوبي وفي الساحه الرئيسيه والشمالي للاطلاع على الترتيبات والخدمات والتسهيلات المقدمه للزوار والعائلات في موقع المهرجان.